السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أحبة الطلبة؟ ها نحن نلتقي الآن في المحاضرة، محاضرتنا الثانية لهذا الدرس إن شاء الله ضمن سلسلة محاضرات بيئة المحاصيل الحقلية. سنتناول في هذه المحاضرة الضوء. كما هو معلوم يأتي الضوء بشكل أساسي من الشمس، إذ تبعث الشمس أشعتها إلى الفضاء، وهذه الأشعة تكون على شكل وحدات ضوئية تسمى بالفوتونات. وأشعة الشمس هي عبارة عن شعاع مرئي وشعاع غير مرئي، يعني هناك نوعين من أشعة الشمس، أو أشعة الشمس تحتوي على قسمين. القسم الأول من هذا الإشعاع هو إشعاع مرئي يمكن رؤيته بالعين المجردة، والجزء الآخر أو القسم الآخر هو عبارة عن شعاع غير مرئي، أي ما يسمى بالأشعة الحرارية والأشعة فوق البنفسجية، هذه نشعر بها ولا نراها. إذ تختزل هذه الأشعة، تختزل بحدود 6 إلى 8% بواسطة الهواء الجوي، 6 إلى 8%، و40% من هذه الأشعة ينعكس من قبل الغيوم، أما بقية الأشعة فهي تصل إلى التربة أو الماء، وهذه تتغير، الجزء المتبقي يتغير باختلاف الفصول وكذلك بطول فترة الإشعاع وزاوية السقوط. الآن يعني نتطرق على الإشعاع المرئي أو ما يسمى بالضوء بالمصطلح العامي. الشعاع الضوئي هو الشعاع المحصور ما بين 400 إلى 750 ملي مايكرون، وفي بعض المصادر تجهلها بالعكس، يجي من تنازلي 750 إلى 400 ملي مايكرون، ويقع اللون البنفسجي في النهاية القصيرة من طول الموجة، واللون الأحمر يأتي في النهاية الطويلة من هذا الإشعاع. وهذا الإشعاع هو مهم جدا، في تكمن أهميته في تأثيره على عملية التركيب الضوئي. تأتي أهمية. طيب الآن تطرقنا إلى الأشعة المرئية. الآن الأشعة الحرارية اللي هي الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة الحرارية. طبعا الأشعة الحرارية هذه عفوا هي الأشعة التي موجاتها أطول من 750 ملي مايكرون ولا ترى بين عين المجردة، إلا أن الإنسان يحس بالحرارة ولها تأثيرات مهمة جدا في الهرمونات النباتية واستجابتها للإزهار. طيب الآن طرقنا إلى الأشعة المرئي والأشعة الطبيعية اللي هي ما بين 400 إلى 750. أعلى من 750 راح يكون أشعة تحت الحمراء، وعندنا الأشعة الأخرى اللي هي ضمن الأشعة الغير مرئية أو التي لا يستطيع الإنسان رؤيتها، الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية هي الأشعة التي طول موجتها أقل من 390 ملي مايكرون، ولا تحتاج النباتات إليها في النمو، يعني النباتات ما راح تحتاج لهذه الأشعة. هذه الأشعة تعتبر مضرة، معظم هذه الأشعة يمتص من طبقة الأوزون. طبقة الأوزون في طبقات الجو العليا تقوم بامتصاص أو اختزال هذه الأشعة حتى تحمي الإنسان والحيوانات والكائنات الحية الأخرى من تأثيراتها الضارة. إذن الله سبحانه وتعالى لما وضعنا طبقة الأوزون في الجو، هي وظيفتها اختزال الأشعة الفوق البنفسجية التي تعتبر من الأشعة أو الأشعة المعقمة، تقوم بقتل كل الأحياء المجهرية والأحياء، بل حتى يؤثر على الإنسان. إذا استقبل الإنسان كمية وافية من هذه الأشعة سوف يصاب بسرطان الجلد، عافانا الله وإياكم. طيب الآن ما هي العوامل التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة تأثير الضوء؟ العوامل هي كالآتي:
نوعية الضوء، تركيب طول الموجة، وشدة الضوء، وطول فترة الإضاءة. بشكل عام، إن طول الفترة الضوئية وشدة الضوء لها الأثر الكبير في توزيع المحاصيل ومقدار الحاصل. يعني لو جاك سؤال بالامتحان عندك نوعية الضوء وشدة الضوء وطول الفترة أو طول الفترة الضوئية، أي منها يؤثر بشكل كبير على توزيع المحاصيل؟ راح نقول طول الفترة الضوئية وشدة الإضاءة هي التي تؤثر بشكل كبير في توزيع المحاصيل. طيب، ونوعية الضوء؟ نوعية الضوء تؤثر، لكن تؤثر بشكل قليل نسبيا مقارنة بشدة الضوء وطول الفترة الضوئية. خلي بالك، لا تستفيد النباتات من جميع الإشعاعات الساقطة عليها، إذ يبلغ ما تمتصه النباتات بحوالي 80% من كمية الضوء، وينعكس 20% إلى أماكن أخرى. ولكن ما ينفذ داخل الورقة هو عبارة عن 20% من الضوء الممتص. 20% من وين؟ من 80 هذه. ويختلف مقدار الأشعة المنعكسة والنافذة من الضوء المرئي تبعا لاختلاف الموجة الضوئية. أيضا نباتات المحاصيل لها القدرة على تحويل جزء من هذه الطاقة الضوئية الساقطة على الأوراق إلى طاقة كيميائية والمتمثلة بالبناء الضوئي. يعني 80% الساقطة على سطح النبات أو على الورقة، أولا تنزل الأشعة، 80% من هذه الأشعة يمتصها النبات، 20% يدخل داخل الورقة والباقي ضمن الضوء المنعكس يصير أو على شكل حرارة كامنة. بالتالي النبات يقوم بتحويل جزء من هذه الطاقة. يعني لو فرضنا أنه الشمس تشرق الساعة 6 صباحا وتغرب الساعة 7 مساء، يعني لدينا تقريبا 13 ساعة إضاءة. هل أنه 13 ساعة النبات يشتغل يعمل بناء ضوئي؟ الجواب هو كلا، بسبب أنه لا يستطيع النبات امتصاص كل هذه الطاقة الضوئية الهائلة، بل يمتص جزء قليل وقليل جدا من هذه الأشعة للقيام بعملية البناء الضوئي وبالتالي القدرة على الحياة. نوعية الضوء، راح نجي على كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى اللي هي نوعية الضوء، لايت كواليتي. طبعا إذا شوفوا من هذه الخلفية هذه، طبعا هسه راح ناخذها بشكل مفصل. هذه اللي هي الأطوال الموجية للضوء، يعني تقريبا في الوسط يكون الضوء المرئي هذا ما بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. يعني تسمية تحت الحمراء وفوق البنفسجية، هذا الرسم أعتقد يوضح بشكل وافي. تشوفون هذا الخط الأحمر، ما بعده راح يكون الأشعة تحت الحمراء، وهي أشعة غير مرئية يقدر أن يحسها الإنسان. طبعا أكثر يقدر ما يحس الإنسان هذه في أيام الشتاء، في الأيام المشمسة. الكبار بالسن لما يجلسون بالشمس، يعني شيابنا يقعد بالشمس يشعر بحرارة ما طبيعية، فيقول هذه الشمس وراها مطر. يعني فراسة أو حدث يقوم به الرجل الطاعن بالسن هذا. فالسبب هو وجود كميات كبيرة من الانفراريد اللي هي الأشعة تحت الحمراء، بينما الأشعة الفوق البنفسجية هي أشعة تكثر في أيام الصيف. أي واحد عنده تطبيق بالموبايل يتكلم عن درجة الحرارة أو الويذر فوركاستينج أو التنبؤ الجوي، لما راح يشوف من ضمن المدرجات درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح، الضغط إلى آخره. من ضمنها عندنا اليوفي. اليوفي هذا هي أشعة فوق البنفسجية تقوم بالضرر الكبير للإنسان والكائنات الحية الأخرى، يعمل سرطان الجلد. ويقل لك أيام الصيف لو أنت تبهى الساعة 2 الظهر يقل لك جدا عالية أو ستريم، يعني شغلة تخوف، لا تطلع، لا تذهب تحت الشمس إذا ما تخلي واقي شمسي، يعني مثل الدهن تخلي على الجلد حتى يتأذى من أشعات الفوق البنفسجية. الآن نتكلم عن نوعية الضوء. يشير نوعية الضوء إلى طول الموجات وتترتب
أطوال الموجات إلى ما يلي، وهذه هسه تكلمنا عليها. طبعا أطوال الموجات احنا اللي يشوفوها أمامكم، هذه الأطوال طبعا تكون الدرجات أو الترددات، هذه الفريكوينسي أو طول الموجة هذا بالملي مايكرون، تشوفون الام هذا ملي وهنا ملي مايكرون. ومن حسن حظ الإنسان أنه تكون في الوسط، خير الأمور أوسطها، الأشعة المرئية تتراوح ما بين الأحمر إلى اللون البنفسجي، ما فوق البنفسجي راح يكون تحت البنفسجية، وما قبل الحمراء فيكون تحت الحمراء. فهذه من هذه جاءت التسمية. توقع سؤال يجيك، لماذا سميت الأشعة فوق تحت الحمراء وفوق البنفسجية بهذا الاسم؟ خليها ببالك، لماذا سميت الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية بهذا الاسم؟ الجواب بشكل بسيط جدا، أنه عندما نرتب ألوان الطيف الشمسي أو الألوان أو الشعاع المرئي، سوف يكون ما بين اللون الأحمر واللون البنفسجي حسب طول الموجة. فالأطوال العالية جدا اللي هي أكثر من 750 راح تكون تحت فوق البنفسجية، والألوان اللي تحت الأربعمية راح تكون تحت الحمراء. وهذه الجواب بشكل مبسط وعلمي. يقصد بنوعية الضوء بأن الأشعة الشمسية التي تبعث من الشمس تقسم إلى قسمين، إلى طيف غير مرئي، والمقصود هنا بالطيف الغير مرئي هو عبارة عن أشعة فوق البنفسجية وأشعة تحت الحمراء. أما الطيف المرئي القسم الثاني وهو يتكون من 7 ألوان وتسمى ألوان الطيف الشمسي. ألوان الطيف الشمسي هي خليط من مجموعة ألوان، وهذه الألوان تبدأ باللون الأحمر ثم تنتهي باللون البنفسجي. هذه لو مزج جميعا الألوان الطيف السبعة سوف ينتج لنا لون الضوء الأبيض. طبعا فقط للعلم أو للمعلومية أن الألوان التي نشاهدها الآن هي عبارة عن مواد تقوم بامتصاص ألوان الطيف الشمسي السبعة جميعا، ثم تقوم بعكس اللون معين. يعني لو فرضنا أنه أنت دخلت في غرفة ووجدت كرسي لونه أحمر، فهذا الكرسي هو عبارة عن مادة، أقصد باللون هو عبارة عن مادة تقوم بامتصاص جميع ألوان الطيف الشمسي ثم تعكس اللون الأحمر. طيب الورق الخضراء، ورقة الأشجار أو الورقة النباتية لونها أخضر، أي أنها مادة تقوم بامتصاص جميع ألوان الطيف الشمسي وتعكس اللون الأخضر. طيب اللون الأبيض هو جميع ألوان الطيف الشمسي، هي مادة عاكسة لجميع ألوان الطيف الشمسي وتعكس كل الألوان اللي هو ينعكس به اللون الأبيض. طيب واللون الأسود؟ اللون الأسود هو ليس بلون، هو عبارة عن مادة تقوم بامتصاص جميع ألوان الطيف الشمسي ولا تعكس منه شيئا. ولهذا الملابس السوداء واحد لما يلبسها في الصيف ما يتحمل البشر، يقول هذا لون يجمع حرارة، يعني هو بسبب أنه يجمع كل ألوان الطيف الشمسي ولا يعكس منها شيئا. طيب لعل سائل يسأل ويقول، هل كلامك هذا كلام علمي؟ يعني أقول له كلامي علمي، وحتى أثبت الكلام هذا هو عبارة عن لو أدخل إلى غرفة وأجد فيها لون كرسي لون أحمر، والضوء الموجود في الغرفة هو ضوء أبيض، يعني شمعة أو فلورسنت. طيب لو كان اللون هو لون أخضر، اللون عبارة عن نيون لونه أخضر، طيب هل راح تشوف الكرسي باللون الأحمر؟ الجواب هو قطعا كلا، راح تشوف الكرسي أو قطعة القماش الموجودة بلون معين راح يتغير اللون مالها. ليش؟ لأن هنا نوع الضوء راح يختلف، فتمتص المادة هذه نوعية أخرى من الضوء وتقوم بعكس نوع آخر. طبعا هاي الألوان كلها تؤثر على إنتاج الهرمونات النباتية اللي يقصد بها الأوكسينات التي تصاحب التطور أو الطور الخضري. الأوكسينات هي المسؤولة على التفرعات واستطالة النباتات. أما الهرمونات الفلوروجينية أو الهرمونات التي تؤثر على التزهير، فأيضا هناك عدة نباتات راح نأخذها إن شاء الله مستقبلا، نباتات نهار طويل نباتات نهار قصير، هي التي تؤثر على التزهير والتي تصاحب
التطور التكاثري. إذن هناك عندنا هرمونات تصاحب التطور الخضري اللي هي نقصد بها الأوكسينات، وهناك هرمونات تصاحب التطور التكاثري اللي هي الفلوريجينات. وبدراسة هذه الموجات الطولية على نمو النبات والوزن الجاف يزداد بدرجة ملحوظة في الضوء الأبيض، ويقل نمو النبات في منطقة الطيف الأخضر، وذلك لقلة كفاءة التركيب الضوئي في هذه المنطقة، لأن الكلوروفيل لا يقوى على امتصاص اللون الأخضر بدرجة كبيرة، في حين الكلوروفيل له القدرة على امتصاص ألوان الطيف الشمسي الكبيرة مثل لون الطيف الأحمر، فتزداد عملية البناء الضوئي فيزداد طول الأوراق وسمكها، كما أن يصبح لون الورقة أخضر داكن. لعل السؤال يسأل، لماذا تكون لون الورقة يصبح لونها داكن في نوعية الضوء؟ في نوعية الضوء عند نوع الضوء الأحمر، يعني راح يكون لون الورقة أخضر داكن إذا ما تم تعريضها إلى لون الطيف الأحمر. أما منطقة الطيف الأزرق فتعمل على استطالة النبات واستطالة أعناق الأوراق، يعني لو كان جبنا لون أزرق وعرضنا على النباتات راح تكون طويلة أطول من الألوان النباتات المزروعة تحت اللون الأبيض أو اللون الأحمر. نوعية الضوء، الطيف الغير مرئي اللي هي نقصد بها الأشعة فوق البنفسجية اللي هي يسموها اليو في الألتر فايوليت، أو الأشعة تحت الحمراء الفار ريد أو الإنفراريد، أثبتت كثير من الدراسات والبحوث بأن الأشعة الفوق البنفسجية لا تؤدي إلى زيادة الوزن الجاف، كما أنها لا تسرع من ميعاد أو موعد التزهير، بل قد يكون لها تأثيرات ضارة على النبات. يعني هي أشعة مثل ما قلنا عليها أشعة معقمة تقتل الكائنات الحية وتضر بالأوعية الناقلة للنباتات. أما الأشعة تحت الحمراء، أشعة تحت الحمراء فهي تؤدي إلى استطالة الخلايا وتؤدي إلى استطالة سيقان وأوراق النباتات، بل أنها إذا عرضت على النباتات لفترة طويلة قد تموت هذه النباتات. إذن لو يأتي السؤال بالامتحان أيهما له تأثير، الأشعة فوق البنفسجية أم الأشعة تحت الحمراء لها تأثير على النباتات وزيادة الوزن الجاف، راح تقول أنه الأشعة تحت الحمراء لها التأثير الواضح، بينما الأشعة فوق البنفسجية ليس لها تأثير، لا تؤدي إلى زيادة الوزن الجاف ولا تسرع من موعد التزهير. لكن إذا عرضت النباتات إلى أشعة تحت الحمراء لفترة طويلة فإنها تموت وتؤدي إلى هلاك النباتات. الآن نأتي إلى شدة الضوء. شدة الضوء أعزائي الطلبة هي عبارة عن الطاقة الإشعاعية أو عدد الوحدات التي تصل إلى وحدة المساحة في زمن معين، ويرمز لها بالرمز ENG يعني Energy على سنتيمتر مربع لكل ثانية، أو ما تسمى بالمايكروواط اللي هي WM. إن اختلاف شدة الإضاءة قد يكون حسب، يعني يتيك سؤال بالامتحان ما هي أو كيف يكون هناك اختلاف في شدة الإضاءة. الاختلاف الأول هو اختلاف اليوم، يعني تزداد شدة الإضاءة إلى منتصف النهار ثم تنخفض تدريجيا لغروب الشمس، يعني شدة الإضاءة الشدة مالته قوة الضوء راح تبدي من بعد شروق الشمس تزداد تصاعديا إلى حد تصل القمة التوب منتصف النهار، يعني بالساعة 1 الظهر أو 2 الظهر، ثم تنخفض تدريجيا إلى غروب الشمس. النقطة الأخرى اختلاف الموسم، يعني عندنا موسم أكثر شيء شدة الإضاءة تكون في فصل الصيف وتكون متوسطة في فصلي الخريف والربيع ثم تنخفض في الشتاء. ليش تنخفض في الشتاء؟ لوجود الغيوم وكثافة الرطوبة النسبية الموجودة العالية، بس تسبب ظواهر طبيعية راح ناخذها إن شاء الله في دروس قادمة اللي هي الضباب والندى والغيوم، هذه راح تعمل على حجب أشعة الشمس بالتالي سوف تقلل من شدة الإضاءة. النقطة الثالثة أيضا عندنا الموقع من خط الاستواء، طبعا تزداد شدة الإضاءة عند خط الاستواء ثم تنخفض هذه الشدة كلما اتجهنا نحو المناطق القطبية سواء كان شمال
أو جنوب خط الاستواء. طيب الآن سؤال يأتينا، تتأثر شدة الضوء بعوامل معينة، عددها. شدة الضوء تتأثر بعوامل، رقم واحد، طبعا هنا تتأثر شدة الضوء بعوامل، نتكلم على جانب النبات، ما نتكلم على الجانب البيئي البحت الذي يتعلق شدة الضوء، لأن شدة الضوء راح تأثر على التربة، شدة الضوء راح تأثر على البشر، شدة الضوء راح تأثر على المياه، لكن الآن شدة الضوء تؤثر أو تتأثر شدة الضوء بعوامل على النبات. أولا عندنا اختلاف مناطق النبات، يعني على نفس النبات نتكلم، المناطق المعرضة لأشعة الشمس من النبات، قمة النبات راح تكون أكثر شيء معرضة للضوء، ثم تنخفض كلما اتجهنا نحو الأسفل إلى وصولا إلى سطح التربة. هذه مناطق النبات. الاختلاف الآخر اختلاف في طور النبات، يعني يصل الضوء بنسبة 100% عندما تكون عمر النبات صغيرا، يعني في طور البادرة، ثم كلما يتقدم النبات بالعمر راح تختلف شدة الضوء، راح تقل في مرحلة النمو والتفريع وصولا إلى النضج. ليش؟ لأن النباتات راح تتزاحم مع بعضها البعض، فراح يتكون لنا ظل. طبعا هاي النقطتين أقدر يعني أسميها إن صح التعبير هي اختلافات مكانية واختلافات زمانية. اختلاف المكاني هو في مكان النبات، أعلى وأوسط وأسفل، ثم اختلاف في زمن النبات اللي هو طور البادرة، طور الاستطالة، طور التفريع، طور النمو والنضج، وانتهاء بالنضج. ليش؟ لأن راح يتكون عندنا تتزاحم النباتات مع بعض. طيب لو جانا سؤال، هل تتأثر النباتات بشدة الضوء؟ أو ما هي صور تأثر النباتات بشدة الضوء؟ يعني شدة الضوء، أنت تقول شدة الضوء شدة الضوء، ترى ما افتهمت، ترى شبشت علينا. لا، شدة الضوء هي الطاقة الواصلة إلى سطح الأرض أو سطح الكائن الحي في وحدة الزمن، يعني قد يستقبل ضوء بالثانية الواحدة أو بالدقيقة الواحدة أو بالساعة الواحدة. طيب الآن تزداد كمية CHO، طبعا هذا المصطلح CHO أقصد به هو كمية الكربوهيدرات المنتجة من قبل النبات، أو كمية المادة الجافة يعني المتمثلة ب CHO اللي هو الكربوهيدرات المنتج من قبل الكائن الحي، وأقصد به كائن حي هو النبات. يعني تزداد كمية الكربوهيدرات بزيادة شدة الضوء، يعني كلما تزداد شدة الضوء راح تزيد، وترتفع الكمية في الأوراق عنها في أجزاء أخرى، وتنخفض كمية الكربوهيدرات بانخفاض شدة الإضاءة. طبعا هذا الكلام هو ليس بالمطلق، يعني كلام نسبي، يعني لو أنا جبت نباتات أزرعها بالشمس ونباتات أزرعها بالظل، اعتيادي كمية المادة الجافة التي كوزن، ها كوزن، وزن مادة الجافة، لربما تشوف نباتات مزروعة بالظل لكن الورقة مالها كبيرة، نعم لكنها خفيفة ما سميكة، في حين الأوراق التي تكون في المعرضة في الشمس لشعة الشمس أو للضوء راح تكون صح حجمها مساحتها صغيرة لكن تمتاز بالسموك، بالتالي وزنها أكثر. النقطة الثانية، يتأثر سلوك النباتات باختلاف شدة الضوء الساقط. فمثلا تزداد طول الأوراق ومساحتها كلما أو أيضا يعني كما تزداد فترة النمو الخضري للنباتات وقلة عدد الأشطاء وعدد الأوراق وعرض الورقة وسمكها، وانخفضت النسبة ما بين المجموع الجذري والأجزاء الهوائية لمحصول الشعير عندما عرض على التظليل أو تقليل في شدة الإضاءة، والعكس صحيح إذ يزداد معدل النمو اليومي عندما يتعرض النبات إلى إضاءة عالية. خلي أوضح لكم هاي النقطة شباب، يعني عندنا طول الورقة، عرض الورقة، السمك مالها، هاي الصفات، هاي الصفات راح تنخفض، يعني راح تقل مساحة الورقة، راح ينقل السمك الورقة، أيضا أكو عندنا نسبة ما بين المجموع الجذري إلى المجموع الهوائي أو يسموها
شوت روت ريشيو. يعني شنو هاي شوت روت ريشيو؟ يعني تصور معي عندي نبات وعندي جذر، النبات هذا بي جذر وبي أوراق، يشوفون يا هو الأكثر نسبة الأوراق إلى الجذور لو جذور إلى الأوراق. إذا كان نسبة الأوراق إلى الجذور أكبر فهذا النبات شنو؟ نبات يعني غير مقاوم للجفاف، وكمية المياه التي تصله كثيرة، وكمية الضوء قليلة. كمية الضوء قليلة. لو كان العكس عندي، نسبة الجذور أكثر من نسبة الأوراق، فهذا يعني أن النبات مقاوم للجفاف، كمية الإضاءة جدا عالية عليه تصل، فالنبات يقلل قدر الإمكان حجم المجموع الخضري حتى لا يتأذى بكمية الأشعة الحرارية المتمثلة بالأشعة تحت الحمراء التي سوف تقضي عليه عند زيادتها. زين، عندنا دراسة أخرى، في دراسة على نبات الرز انخفضت عدد الأشطاء والأوراق والنورات والوزن الجاف كلما انخفضت شدة الإضاءة. يرجع انخفاض النمو وتطور الحاصل في نباتات المحاصيل اللي يقصد بها الرز والشعير. طبعا واحد يسأل يقول ليش عجب أنت يعني طرقت على محصول الشعير وطرقت على محصول الرز. محصول الشعير يعد من المحاصيل المقاومة للجفاف، ومحصول الرز يعتبر من المحاصيل المائية يحتاج ماء. فأنا ضربت مثال على المحاصيل الحقلية المحبة للماء والمتحملة للعطش والجفاف. يرجع انخفاض النمو وتطور الحاصل في نبات المحاصيل عند انخفاض شدة الإضاءة إلى حاجة البناء الضوئي للطاقة الضوئية، والتي تعمل على اتحاد CO2 مع الماء، وهذا يترتب على نقص شدة الضوء نقصا في كمية الطاقة اللازمة للاتحاد، وبالتالي يقل معدل نمو النبات. يعني لو جاك سؤال بالامتحان عاد أغششكم، لو جاك سؤال بالامتحان لماذا تنخفض إنتاجية النباتات المزروعة في شدة إضاءة قليلة أو شدة إضاءة منخفضة؟ يرجع هذا الانخفاض إلى حاجة البناء الضوئي إلى الطاقة الضوئية. بناء ضوئي عيشتغل لكن يحتاج إلى ضوء بعد أكثر. هذا الضوء ليش؟ حتى ياخذ CO2 ويدخله بعملية البناء الضوئي، بالتالي سوف يترتب على ذلك نقص في شدة الضوء، بعدين نقص في الطاقة اللازمة للاتحاد مع CO2، بذلك يقل معدل النمو والنبات. هناك سلوك مغاير للمحاصيل أو للحاصلات الزراعية، إذ تتأثر بعض المحاصيل وينخفض حاصلها نتيجة للزيادة في شدة الضوء. هنا العملية معكوسة، يعني بعض نباتات المحاصيل إذا زاد شدة الضوء راح تقل الإنتاجية. قبل شوي أخذنا ليش الضوء إذا قل راح تقل الإنتاجية، هنا إذا زاد الضوء أيضا راح تقل. يعني مثل ما يقول كل شيء يقلب يزيد عن حده يقلب ضده. السبب في ذلك، أولا انخفاض كمية الكلوروفيل بزيادة شدة الإضاءة، وتصبح الأوراق مصفرة فينخفض معدل امتصاص الضوء، وبالتالي ينخفض معدل البناء الضوئي، ويطلق على هذا بالتأثير الشمسي. يعني عرف التأثير الشمسي هو عملية انخفاض كمية الكلوروفيل بزيادة شدة الإضاءة، وتصبح الأوراق مصفرة فينخفض معدل امتصاص الضوء الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض في معدل البناء الضوئي. النقطة الثانية، ترتفع درجة حرارة الأوراق بدرجة كبيرة جدا، وإحنا قلناها في بداية المحاضرة، قلنا أن الورقة 80% من الضوء تستلمه ينفذ من هذه 80% 20 بس فقط 20% ينفذ داخل الورقة، كمية قلنا حرارة كاملة راح تكون، فترتفع درجة حرارة الأوراق بدرجة كبيرة إلى زيادة أو نتيجة لزيادة شدة الإضاءة، بالتالي يزداد معدل النتح، يعني فقد البخار الماء عن طريق الثور، وقد لا يتماشى مع معدل الامتصاص، يعني كمية الفقد راح تصير أكثر من كمية الامتصاص اللي امتص النبات، بالتالي النبات حتى يحافظ على نفسه راح يغلق الثغور. من يغلق الثغور راح يبطئ انتشار CO2
اللازم في عملية البناء الضوئي، بالتالي يهبط معدل أو ينخفض معدل التمثيل الضوئي، في حين التنفس مستمر، وبذلك تنخفض كمية الكربوهيدرات والمادة الجافة المنتجة من قبل النبات. فرد توضيح بسيط جدا قبل ما نجي على النقطة الثالثة، النباتات تتنفس غاز الأكسجين وتقوم بطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. ربما واحد يسأل أستاذ دقيقة على كيفك، ترى احنا أخذنا بالمدرسة أنه النباتات تتنفس الـ CO2 وتطرح الأكسجين. هذا تصور خاطئ ومعلومة مغلوطة وغير دقيقة أبدا. الكلام الصحيح هو أنه النباتات في عملية البناء الضوئي يأخذ CO2 لكن بشكل قليل جدا، ويطرح الأكسجين أيضا بشكل قليل جدا في عملية البناء الضوئي. والنبات مهم جدا في زيادة الأكسجين لوجود هذه العملية، عملية البناء الضوئي. إذا ماكو عملية بناء ضوئي فالنبات حال وحال أي كائن حي آخر يتنفس الأكسجين ويطرح غاز ثاني أكسيد الكربون. النقطة الثالثة، ترتفع حرارة الأوراق بزيادة شدة الإضاءة. ترتفع درجة حرارة الأوراق بزيادة شدة الإضاءة، ولذلك تقل فعالية بعض الأنزيمات التي تعمل على تحويل السكر إلى نشا، وبالتالي تراكم السكريات ويبطأ معدل التركيب الضوئي، وهذا ما يفسر زيادة شدة الضوء في زراعة المحاصيل المحملة. المحملة أقصد بها زراعة نباتين مختلفين في مكان واحدة، مثل زراعة الذرة الصفراء مع فول الصويا. طيب الآن سوف نتطرق إلى تأثير الفترة الضوئية على تزهير نباتات المحاصيل، على التزهير، على الفلوريجين. طيب الآن طول الفترة الضوئية وشدة الإضاءة تختلف اختلافا شاسعا على مدار السنة، وهذا كلنا متفقين عليه، كما تختلف من منطقة إلى أخرى، ولهذا تختلف مواعيد تزهير النباتات. يعني النباتات، خلينا نقول نباتات الحنطة، نباتات الحنطة في منطقة القوش موعد تزهيرها راح يختلف على مناطق حمام العليل أو القيارة. ليش؟ لأن من منطقة إلى أخرى راح تختلف شدة الإضاءة وطول الفترة الضوئية. فيلاحظ أن بعض النباتات مثل محصول القطن سوف تزهر في الصيف، والبعض الآخر يزهر في فصل الربيع كالحنطة والشعير والبرسيم والكتان. يعزى هذا الاختلاف في مواعيد التزهير إلى الاختلاف في الاحتياجات الجوية اللازمة لتهيئة نباتات المحاصيل ودفعها إلى التزهير. يعني النبات قبل أن يزهر لازم أكو في ظروف معينة يتهيئ بها النبات، بعدين يتوكل إلى التزهير. أثبت العلماء أن تزهير النباتات له علاقة كبيرة بطول النهار قياسا لطول الليل، وهذا يعني بأن طول الفترة الضوئية تنبه أو تمنع تكوين الأبصال مثلا. قد نستنتج من ذلك ما يأتي: واحد، أن طول الفترة الضوئية أو النسبية للضوء والظلام، يعني التناسب أو الريشيو ما بين الدارك أند داي، يعني الضوء والظلام، هي العامل المحدد في تزهير كثير من النباتات. نقطة ثانية يمكن استنتاجها، يمكن تعديل استجابة النباتات لطول الفترة الضوئية عن طريق بعض العوامل البيئية مثل شدة الضوء ونوع الضوء ودرجة الحرارة والعناصر الغذائية. وطبقا لذلك تنقسم النباتات من حيث استجابتها للتزهير بالنسبة لطول الفترة الضوئية اليومية، يعني أقصد بها طول النهار، إلى نباتات النهار الطويل ونباتات نهار قصير ونباتات محايدة. نباتات النهار الطويل تعرف هذه المجموعة بنباتات الليل القصير، عكسها تماما، نباتات النهار الطويل أو تعرف هذه المجموعة بنباتات الليل القصير، وهي النباتات التي تتهيئ للإزهار حين تعرضها يوميا إلى فترة ضوئية أطول من الفترة الحرجة، وراح نجي على معنى الفترة الحرجة الساعة في نهاية هذه الشريحة. إذا قلت هذه الفترة عن الفترة الحرجة هذه فإن النباتات تستمر في نموها الخضري دون تزهير، مثل الحنطة والشعير والباقلاء والبجر السكري. قبل ما ننتقل للنقطة الثانية،
واحد يقول الحنطة بالنباتات النهار الطويل، أقول نعم. يقول بس احنا عن نزرعها بالشتاء، والشتاء الدنيا شتاء، الليل مالها قصير، أو عفوا الليل النهار مالها قصير، الليل مالها طويل. أقول أنه موعد زراعة النباتات هو ليس مؤشرا حقيقيا كون هذا النبات من نباتات النهار الطويل أو القصير. انظر إلى متى يزهر. نباتات الحنطة والشعير تزهر في شهر الثالث شهر الرابع، شهر الثالث شهر الرابع النهار عيطول ما عيقصر. فبما أنه النبات عيطول، إذا هي من نباتات النهار الطويل. النقطة الثانية هي نباتات النهار القصير، وأيضا تعرف هذه المجموعة بنباتات الليل الطويل، وهي نباتات تتهيأ للتزهير عندما تتعرض لفترة ضوئية أقصر من الفترة الحرجة، وإذا زادت الفترة الضوئية عن هذه الفترة الحرجة فإنها تستمر في نموها الخضري دون تزهير. والمثال على ذلك فول الصويا والرز والتبغ. هناك نباتات تسمى نباتات محايدة، وهذه النباتات المحايدة لا توجد لها علاقة ما بين التزهير وطول الفترة الضوئية، وتزهر عادة هذه المجموعة النباتية بعد أن يمر النبات بفترة كافية من التكوين الخضري، وبالتالي سوف يبدأ بالتزهير. من الأمثلة على ذلك هي نباتات القطن والطماطة وزهرة الشمس. يعني لو كان سؤال يقول لك إلى أي مجموعة من مجاميع النهار الطويل أو القصير أو المحايد تنتمي هذه النباتات، فراح أجيب لك مجموعة نباتات تختار منها، منها نباتات نهار طويل ومنها قصير ومنها محايد. الفترة الضوئية الحرجة اللي نتكلم عليها هي المدة الضوئية، هي المدة الضوئية التي إذا عرضت نباتات النهار الطويل لفترة أطول منها فإنه يزهر، كما أنها الفترة التي إذا عرضت نباتات النهار القصير لفترة أقصر منها فإنه يزهر، وتقدر هذه الفترة الضوئية ب 12 ساعة إضاءة. 12 ساعة، النهار 24، نص النهار لازم يكون على الأقل بضوء، وبالتالي راح يكون الفترة الضوئية الحرجة. عرف الفترة الضوئية الحرجة، هذا التعريف المبسط لهذه المصطلح. تأثير الضوء على عملية البناء الضوئي. الضوء ضروري لعملية البناء الضوئي نظرا لإمداد النبات بالطاقة اللازمة التي سوف تتحد. هاي الطاقة لازمة لاتحاد CO2 بالماء، يعني عنده ماء وعنده CO2، شو راح يربط بيهم؟ يريد طاقة، الطاقة من ياخذها؟ الطاقة ياخذها من الضوء، طاقة ضوئية. الآن بصورة عامة، كلما زادت الفترة الضوئية التي تتعرض لها النباتات كلما زاد تكوين الكربوهيدرات CHO، وتتناسب هذه سرعة معدل البناء الضوئي تناسبا طرديا مع شدة الإضاءة، وذلك في الظروف التي يكون فيها الضوء عامل محدد للنمو مع عدم تغير تركيز CO2 ودرجة الحرارة. يعني درجة الحرارة لو كانت ثابتة، للأسف الشديد احنا عندنا الضوء مع الحرارة مرتبط ارتباط وشيك، يعني كلما كان هناك ضوء راح تقول الدنيا حارة، يقول الدنيا ايش بالصيف شمس، يعني ايش معناته يعني حارة، في حين اكو في مكانات اخرى من العالم لا، درجة الحرارة ما راح تتغير مهما كانت شدة الضوء مختلفة. ايضا تبدأ سرعة البناء الضوئي بالانخفاض عندما تتعرض النباتات للظل، وهذا ما يحصل في الزراعة الكثيفة. يعني لو زرعنا زراعة كثيفة للحنطة او الشعير راح تظل النباتات بعضها البعض، بالتالي راح ينخفض سرعة البناء الضوئي. ايضا سواء كان اوراق النبات الواحد اللي كثيرة راح تكون، او النباتات المجاورة التي لا تنفذ الضوء الى القليل راح يكون الى الاوراق السفلى، بالتالي راح تقل سرعة البناء الضوئي. العكس الموجود، نباتات النبات الواحد راح يكون فيه شدة الضوء الساقط عليه في الجزء العلوي، وبالتالي سوف تزداد سرعة البناء في الجزء العلوي من النبات، وبعدين تنخفض تدريجيا كلما اتجهنا نحو سطح التربة، وتكاد تصبح الأوراق السفلية القريبة من سطح التربة تامة التظليل، وبالتالي راح تشوفها تموت، ما راح النبات ما راح يحتاج لها بسبب تكون تحت الظل الكامل، وبالتالي سوف تصبح شدة الإضاءة عاملا مهما ومحددا لعملية البناء الضوئي.
هذا هاي نقطة جدا مهمة أرجو أن تتفقون عليها يا شباب. عندنا يمكن قياس كفاءة البناء الضوئي ب، يعني كيف يمكننا قياس كفاءة البناء الضوئي؟ الطريقة الأولى هو بتقدير معدل CO2 أو معدل انطلاق الأكسجين من النبات. يعني نجي ناخذ نباتات ونشوف إيش قد أكسجين موجود وجد CO2. إذا كان عم كمية الأكسجين أكثر من CO2 المطروح بعملية التنفس، معناته شنو؟ معناته النبات عيشتغل بناء ضوئي، يعني عيطرح أكسجين، عيطرح أكسجين. أوكي، عملية شغالة. إذا زادت كمية CO2 فنقول أن النبات عيتنفس، ترى عيطرح CO2 ما عيطرح أكسجين. إذا كمية البناء الضوئي تكون قياس كفاءتها عن طريق إما CO2 أو نطلع معدل انطلاق الأكسجين. كما يمكن إجراء تقديرات غير مباشرة عن طريق الزيادة في الوزن الجاف. يعني نجي ناخذ نباتات موجودة بالظل ونباتات موجودة بالضوء، وعند النضج ناخذ النباتات ونجففها ونقيس الوزن الجاف. كلما زاد الوزن الجاف راح نقول أن هذا النبات كان بمعدل بناء ضوئي أعلى من هذه النباتات الأخرى. أيضا تدل الكفاءة التمثيلية على مقدار الوزن الجاف. يعني الطريقة الأخرى راح نجي نشوف مقدار الزيادة في وزن الجاف في وحدة معينة من الزمن. يعني نجي على نبات مزروع أو مجموعة نباتات زرعناها مثلا 1-3 وجينا 1-4، راح نجي ناخذ جزء من هذه النباتات نجففها ونوزنها، راح نشوف يطلع لنا فرق بالوزن. أول ما زرعناها كان الوزن 0 غرام، وبعد ما زرعناها بشهر صار الوزن 40 غرام. نجي نفس هاي المجموعة ناخذ نباتات أخرى بعد شهرين، فنشوف الكفاءة النسبية في مساحة معينة في وحدة زمنية معينة. يعني كل شهر راح نشوف ايش قد الفرق بكمية الفرق بكمية المادة الجافة، راح تشينا ينطينا كمية ايش قد زاد عندنا وايش قد نقص الناتج عن عملية التنفس. الفترة الضوئية الحرجة أكررها وأقول هي المدة الضوئية التي إذا ما عرضت نباتات النهار الطويل أطول منها فإنه يزهر، وهي فترة أيضا إذا عرضت نباتات النهار قصير أقصر منها سوف تزهر، وتقدر هذه الفترة الضوئية الحرجة ب 12 ساعة. أنا كررتها مرتين نظرا لأهمية هذا المصطلح. انتهت المحاضرة الحمد لله رب العالمين. دعائي لكم بدوام الصحة والعافية. أحب أن أنوه أن هناك سيكون لدينا إن شاء الله في الأسبوع القادم امتحان كويز بسيط إلكتروني. يا ريت أنه تبلغون الطلاب اللي ما سجلوا وخلي يسجلون وخلي يتابعون هاي المحاضرات إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.